تحياتي كل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. بدون مقدمات كبيره او طويله هندخل على طول في الموضوع وفي المؤتمر الصحفي والمؤتمر الكوميدي اللي عمله مرتضى احمد محمد ابو العيله بخصوص النادي الاهلي مره وكهربا مره وفلان مره وعلان مره والخوض في كل شيء، ولكن انا هوري لكم بعض الحاجات وحاجات بين السطور. طبعا احنا اختصرنا المؤتمر لان المؤتمر كان ساعه ونص، فانا مستحيل اجيب لكم ساعه ونص، وكمان علق على الساعه ونص دي هتبقى 3 4 ساعات. فاحنا اخدنا وقت يعني على قد ما نقدر، اختصرنا المؤتمر، مؤتمر الضحك، مؤتمر فراشة الحاج مرتضى والرقص والطبل والهيصه والزمبليطه وشويه الموظفين اللي جابهم وشويه الاعلاميين اللي تابعين لنادي الزمالك اللي جابهم الى اخره. ولكن هو في اعتراف ضمني قال ان في تزوير من ممدوح عباس في بخصوص القروض والى اخره والى اخره الى اخره. ولكن احنا وسط الكلام كده جايبين لكم حاجات ظريفه وجميله، يا ريت حضراتكم تشوفوها وتشوفوا الفيديو لاخره، لان في مفاجاه بتدل على تزوير عقد كهربا باعتراف مجدي عبد الغني في قناه نادي الزمالك وباعتراف مرتضى منصور نفسه في اللقاء، بس اعتراف مش ضمني، اعتراف غير ضمني او قرائن، قرينه هنا نفس القرينه هنا بتدل على تزوير عقد كهربا. واللي كان الخطيب والى اخره كل ده مردود عليه، واحنا ردينا عليه مره 213، ولكن هنرد عليه بعد نهايه الفيديو. بس حضرتك قبل ما تشوف الفيديو تدعمنا بلايك وشير، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونشوف مؤتمر مرتضى قال ايه فيه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. 136,340 قرض حسن لسداد مستحقات اللاعب. رد رد يلا كويس راحوا رد قرض حسن رد تاني رد قرض حسن في سرقة القرض ورد القرض ممدوح عباس رد دول مش عايزين نقابة، دول عايزين بوليس. تمام، الصورة كده واضحة ولا فيها مشكلة؟ تمام، الصورة كده واضحة ولا فيها مشكلة؟ شوشو هو شاطر يقل أدبه ويتطور على أسياد، شوفي على أسياده في القناة اللي عملها بلاكي. أنت فين يا شوشو هنا؟ أنت عايز مندوبك عشان أقول الكلام اللي يربيك ما تسمعش صوتك تاني. زدت عن كل حدودك وخلي بالك. بس مدحت شلبي برضه مش شايفه هنا، ده جوه. اعترفت ان ممدوح عباس كان بيبعت لكم فلوس في الشنط. انتوا خدامين ممدوح عباس. لا انتوا ليش؟ لا ده بحر حمدان ده الدكتور حمدان اللي بيروح الموالي. مين حمدان ده؟ هتستلموا مستند، احنا عاملين مستندات ليكم.
بعرفش بقول. قلت له تعالى كلمني. تعالى اعمل بلاغ ضد للنيابه. قلت له اوعى تيجي ناحيه علامة الزمن الممثل. لكن لانه جبان ما جاش. فبعد النهارده بعد ما طلع المستندات انه ملوش جنيه في النادي ما اسمعش صوته، لا هو ولا الواد شبانه. ولا الواد شبانه اللي بيقول لك انا زملكاوي وبيقول لي كهربا روح حط ال 50 مليون جنيه في البنك. انت احنا يالا ما هو الحساب بقى موجود دلوقتي هيحط ازاي؟ يدخلهم ازاي؟ انت احمد؟ لا انا مش احمد، انا كنت من اخوان مع الاخوان. وكنت بشتغل خدام عند صفحة حجاز في قناة الشعب. أنا الخدام لأي حد، أنا الخدام للعسل دلوقتي في الدورة أدويته والنيابة العامة طردته. وأنا مش هوديه محكمة الجنايات، هو أبوه. ليه؟ كفاية عقوبة النادي إنها لغت الأبوية المزورة. خدامين. ليه ما جبتش خبرتك ليه؟ ما تيجي. تعال عشان تتعلم انك كذاب. وبدل ما انت زي الجبانات بترمي طوبه وتجري، ما تيجي المؤتمر راح تحكي كل الناس، وانا مش عارف مين ده ومين ده ومين ده ومين ده. تعال. انا بس عايز اثنين من الاخوه الاعلاميين او الصحفيين المعارضين اللي هم يعني مش طايقيني 50% 60% 70% يجوا جنب هنا عشان كل مستند اقوله هتشوفوه على الشاشه يقولوا المستند ده صحيح ولا مش صحيح. اختاروا اثنين بس ما حدش هيقدر اقول لك انا بكرهك ازاي بس يعني. ماشي ما اعرفش مين كان بيدينا في الوطن كان بيدينا زمان ربنا يهداه. ولو قلت لك تعالى دلوقتي العيال بقى ازاي الوطن ده كان بيشتمنا كان بيشتم الزمالك. ما احنا فتحنا صفحه جديده مع كل الناس. ولا انتوا عايزيني انا والنادي في خصومات مع كل الناس بلا الاب؟ ولما كان في خصومات سيد مرتضى ما ينفعش النبي يا بابي نصطلح ولا نتخانق؟ انت مش عاجبك حاجه اي حاجه عملها انت عايز عكسها. الوطن بدا خطوه القرار 24 مثلا يعني لا ما تمدش ايدك قدر استقبلت اللي يحصل احسن استقبال او مش انت كنت بتشتمه وبترجع تشتمه هو في ايه العيال الصايعه القبيضه من عباس والعتال والاستماد وهاني شكري كفايه رفقه مالكوش علاقه بالزمالك. احنا كنا فاتحين باب الترشيح للنادي محدش كان منهم متقدم. ليه؟ ولا واحد منهم متقدم لسببين. السبب الاولاني انهم عارفين ما يتفرقوا كان عيالهم هي المحترمه اللي انا بشكرها. السبب الثاني هم عايزين خناقه بره. عايزين يشغلوني ولما كل واحد من عندهم معانا في المجلس هنقول ونرد ونتحاول ونقنعه ويقنعنا. ما فيش فيهم كان بره من الانتخابات. سبع ايام بالظبط. فتحين باب الترشح محدش تقدم. ما تيجي يا عم تعالى خش. هم عارفين كان يبقى مصيرهم ايه. الناس مش طايقاهم هيسقطوا زي المره اللي فاتت. صرفوا 70 مليون وقيمتهم كلها وقعت وسقطت. فتحنا باب التسامح. وقلنا يا جماعه نفتح صفحه جديده مع كل الناس بلا استثناء. المشطوب والموقوف واللي متخانق. مفيش حد فيهم جه. عارفين ليه؟ عايزين خناقه بره. ما قلت لك تعالى مش انت مشطوب؟ رجعت لك خريطه. مش انت مزور؟ مش انت بلطجي؟ مش انت قليل ادبك؟ قلنا صفحتش مفيش رئيس نادي عملها في التاريخ. كل المختلفين مشطوبين موقوفين متخانقين تعالى اتفضل ناديك. ولا واحد جه. ليه؟ هم عايزين خناقه مستمره. هم مش دول نادي الزمالك. وعمرهم ما كانوا نادي الزمالك. نادي الزمالك اعضاء جمهور غير محترمين وجمهور بسيط. مش بسيط يعني البال لا ما في ناس مليونيرات وناس وزراء وناس لكن كل الجمهور ده انا بسميه الجمهور البسيط اللي هو ما بيفتيش ومالوش غرض غير انه منصه
يبوس ريحته الست تقول له فيه لا لا زمالك كسب النهارده. هو ده الجمهور مش الكلام الضاله. تدي صفقات مين؟ كلها في شيل وكل ما اسم الطرح لا 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 مش عايزينه. انت مين يالا؟ لا بجد انت مين؟ انت مين انا ما اعرفكش انت مين؟ انت ولا حاجه انت هوا. انما الجمهور الحقيقي المحترم ليه طلب صفقات تيجي على اعلى مستوى تنتج منها البطولات. انما انت عايز فيريرا مره في السماء وعشر مرات في الارض. مرتضى منصور يمين ده احنا شمال. طب انا رحت معاك شمال. طب لا ولا بيرجع ده يمين. قال انا بروح يمين واروح شمال انا كده طريق دغري. ولا هد شعره من راسي لان كنت ملكوش قيمه. اللي ليه قيمه الحقيقي جمهور الزمالك الحقيقي المحترم اللي فوق دماغي اللي مش بيقبض اللي مش عامل تجاري اللي بقى اسوأ من لجان الاهلي اللي بيحاول توقعه كده بقى لجاننا ولجان الاهلي ايد واحده. خلاص ده احنا شايفين وبيكملوا بعض. اولا النادي الاهلي انا هقطع الفيديو في الحته دي وهقطعه في حته تانيه بس وهكمل للاخر. اولا النادي الاهلي ملوش لجان الكترونيه والدليل عبد الناصر زيدان لما انت قبل كده قلت محدش هينفعك في النادي الاهلي محدش هيجيب لك حقك مش هتشتغل في النادي الاهلي وحتى هو عبد الناصر زيدان قال انا كنت بدافع على الخطيب والنادي الاهلي كنت بهاجم مرتضى وفي الاخر محدش قال لي تعالى شغلني في قناه نادي الاهلي. ده دليل ان النادي الاهلي ملوش لجان. لكن انت اللي ليك لجان لما بتجيبهم بتاكلهم كباب وكفته في النادي كل شهر يوم جمعه اخر جمعه من اخر كل شهر بتاكلهم كباب وكفته وعامل لهم عضويات مستثناه. انت اللي بتعمل لهم انت اللي بتجيبهم في القناه عندك انت اللي بتقول لهم تعالوا قولوا رايكم واعملوا وسووا. دي لجانك انت. النادي الاهلي ما عندوش لجان. مش اي حد يعارضك يبقى لجان. مش اي حد يقول لك ان انت غلط يبقى لجان. مش اي حد يقول لك بطل شتيمه وانتهاكات في خلق الله يبقى لجان. كمل. هنبدا بممدوح النصر. جه النهارده؟ لا. طب ايه الواد ابن ايمن جه؟ لا. طب والواد محمد كمان شامل الاخوانجي جه؟ لا. طب هو ممدوح بس جه محمد اخوانجي جه؟ طب ويا جماعه ايام الله يرحمه حسني مبارك كان بدر القاضي الله يرحمه برلمان محترم ابنه متجوز بنت ممدوح عباس وكان الله يرحمه بدر القاضي مدي العمارة بتاعته بالكامل في ميدان لبنان لحبيبي العادي وزير الداخلية في الوقت دوت. وفي الوقت دوت في انتخابات 2009 بطولات الدولية ومحسن اقتحموا النادي في الانتخابات وضربوا الأعضاء والمرشحين والمندوبين والناخبين ودوروا الانتخابات. مش انا اللي قلت محكمه كانت القضاء الاداري قالت له يا مزور بره انت العتال بتاع افعال لا اقوال اللي راح يشتري قناه ب 40 مليون جنيه عشان تشتريها منين؟ عايز اعرف منين؟ مع احترامي لكل المهن شيحه احنا عارفين عربيه كاروكا يا حبيبي هو الاسم جاي من هنا لان عيله الحداد المحترمه دي عيله في اسكندريه ناس محترمه ب 40 مليون يا استاذ كرم جابر وانت قايل لي انهم عشان ياخدوا موافقه على هذه القناه ممنوع يتعرضوا للرياضه ولا الزمالك ولا المرتضى بيعملوا كل العكس اللي انت اتفقت عليه. سكت ليه؟ قناه مخصصه كل يوم لنشر معجزين كل يوم. وبالمناسبه كل العيال اللي قالوا الواد بطيرة والواد الشمام المحامي الشمام بس عشان يبقى عارف نفسه انا ما قلتش اسمه سأل انا المحامي الشمام اللي بيشتمني يا جماعه يعني انت عارف انك محامي الشمام؟ هنحلل مش انت برضه اللي قلت ادبك على الدوله المحترمه وخدوك بتعمل تروقت وابوك لف على كل القنوات يعيط بيبوس كده ده عيل غلط والعيال بقى بتوع النادي الاهلي انا فرحان بيهم قوي حذرت وهنا مفيش تنازل يعني كل عيل قل ادبه بلاغ بيتعمل الصبح مع النادي الاهلي مش بلاغ بس وببعت الفيديوهات السفلات لكل الاجهزه الرقابيه في الدوله اصبر بس ما تعيطش لا
لا صد رد ولا صد خرع على دماغك. اوعى تعيط. والرصيف بتوعك يروح حياه امي لخلهم لك ثلاثه. واقعد اغلط 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 بعد ده شغال. وانا عندي 150 محل في مكان شغالين الصبح. امتى البلاغات تتحرك؟ اجازه قضائيه في شهر 9 تنتهي ان شاء الله من 1/10. الساده المحامين العاملين هو العاملين رؤساء النيابه والنيابه الجداد بيستلموا وخلاص كل واحد ياخد بقى حوالي 250 بلاغ. بس ما تعيطش ومحدش هينفعك. محدش هينفعك. فاكرين سما المصري؟ اه فاكرينها. لم يتم الاعلان دخلت السنة بعد قليل عدد قد كتير. اه طب انت نزلت لها عن كام قضيه لما كلمنا اخويا طارق العوضي المحامي 18 سنه سن. فاكرين عبد الناصر الزيدان؟ اه فاكرين. بس هو جه في نص الطريق قال لا انا غلطت مع الناس. وانا القضايا بتاعته اللي هي في شهر 9 كلها بتنزل عنها لان انا كلمت واحد. في واحده طلعت لك ايه برضه من تبع الحرم ده. هتتنازل له ده شتمك. انت مال امك؟ بنت انت مال امك؟ ما تخليش حالك. ما في الوحيد اللي حركني ربنا. الوحيد اللي حركني ربنا. والوحيد اللي كنت بسمع كلام وابوس ايده ابويا وامي. فيما عدا ذلك وانا بني ادم في الكون. وانا عندي مبدا اللي بيخاف من الناس ما بيخافش من ربنا. واللي بيخاف من ربنا ما بيخافش من الناس. وانا بترعب من ربنا. قولوا اللي انت عايزين تقولوا واشتم انا ومراتي المحترمه وبنتي واولادي واهبل يا عبيطي. انا عمري ما اتجوزت واحده اسمها هاله ولا اعرف حد اسمه هاله. بس انت عايش في الكون. انت اخترعت قصه ومشيت. سيد زكريا لما اسال امك ومراتك عني هيقولوا لك انت بتتكلم عن عنتر يالا. قلت لك قبل كده لو جيت البيت عندك خمس دقايق مراتك تقول لك طلعني. بلاش انا في الحاجات دي. بلاش انا بجد بلاش انا بلاش انا بلاش انا. لكن احنا بنختبر قصص وبنمشي وراها وكل ده بيتحقق في النيابه. اسال امك عن الصوت زكريا يمكن تدلك من صوت زكريا. وكان بيروح لها امتى؟ وابوك موجود ولا ابوك بره؟ تخيلوا الكلام ده كله في مؤتمر صحفي وفي ستات وفي رجاله وفي نادي الزمالك. تخيل يا فندم كل واعضاء وناس عاملين في نادي الزمالك بيسمعوا امك وابوك ورسول زكريا ولو جيت قعدت مع مراتك. الكلام ده في مؤتمر صحفي عام. وبالمناسبه مرتضى منصور عليه شهر حبس واجب النفاذ والدوله ما نفذتوش لحد دلوقتي. كمل يا استاذ مرتضى. ارم نفسك يا كلب يا نيل ادب التجربه. انت بتكلم واحد من اجمل الرجاله في البلد دي. مش الرجاله بتبقى في العالم العربي. ولو بتكلم انجليزي كويس كنت بتلعب في العالم. اي هو ده الاعلام الجديد؟ هي دي السفلات؟ هو ده بعض جمهور النادي الاهلي؟ ان انا عمري ما غلطت في جمهور النادي الاهلي، تقول بقول جمهور محترم. انما دي الاهلي معروفه يا جمال يا جار ويا محمد يا جرح. كفايه كده 3 مليون جنيه بيندفع عشان تتشتم بيهم. ساعة الجرح محدش هينفعك يا ابني. كل دي قضايا. ده انا بقول احط امك يا ابني. يا بابي يا مامي يا بابي يا قال لي احط امك. يعني قلت احط امك ولا لسه قلت لك امك بتعمل ايه؟ وانت نازل شتيمه فينا 24 ساعه بسفاله واجرام واكاذيب. وحياة امك بقى المادة 308 من عقوبات بتعاقبك بالحبس بالقول وجوه. وتبقى تيجي امك بقى تودي النادي عشان خاطر الواد غلبان ومراته والنبي ده مش عارف عنده ايه عيان بايه. ده بيجي له حاجات كده بالليل وهو نايم تبول ارادي. هخليك تتبول ارادي قريب ان شاء الله. واقعد زين زين قول زين. نرجع لممدوح عباس. انا اتحديته امبارح انه يجي النهارده هو الولد ابنه. طبعا ممدوح عباس عنده شيء ده هيبقى مؤتمر ثاني بس عشان ما اذكروش. عنده شركه ادويه الحقن فيها دود. الحقن فيها دود. حد عمل له حاجه؟ لا لا خالص. طيب مستولي على ارض في الساحل الشمالي
دي كانت شاريه فيلن ديا بخدها وطرد الناس. حد عمل له حاجه والناس بتسمع كل يوم على المواقع. طب ما تقدم في بلاغه يا استاذ مرتضى، ولا انت فالح بس تقدم في الجماعه بتوع اليوتيوب ولا صفحات الفيسبوك، قدم في بلاغ. ما دام انت عندك مستندات بكده قدم في بلاغ. طالع بتكلم الناس ليه؟ الناس مالهاش دعوه، روح قدم في بلاغ. لا انا اعمل له حلقه خاصه لوحده، ارض عندي كارفور معادي الشباب اللي قاعده كله، كل الشباب ده واللي سمعنا واللي هنشوفنا بنات واولاد، يوم يلاقي شقه 90 متر يرقص يفرح. كل العمارات اللي جنب كارفور المعادي حوالي 300 عماره كده وكده ملكه. الارض دي كان واخدها راجل مصري ب 9 مليون جنيه، حوالي اعتقد 25 فدان حاجه كده، 9 مليون. وفي عقده التخصيص من محافظه القاهره، وكان المخصصان والمرحوم عبد الرحيم شحاته محافظه القاهره ممنوع للراجل ده اللي هو الاصل بتاع الارض، ممنوع لا يبيع ولا يتنازل ولا يدخل شريك. راح مدخل ممدوح عباس وراحوا عامل تخارج، والارض ب 9 مليون اتباعت اكتر من 14 مليار جنيه. حد عمل له حاجه؟ لا. مستشفى غازي اللي يشرف عليها الست اسعاد يونس بتاعت السعاده بتعمل له اعلان ملكه، ملك هذا المليونير الملياردير اللي بدا حياته موظف في شركه مصر للاستيراد والتصدير في اخونا فتحي شحاته رئيس، كان رئيس المنظومه بتاعت كره السله، وكان الله يرحمه محمود النبي بيوصل ولاده وعربي ولاد ممدوح عباس المتفرعين دلوقتي بعربية محمود بدر الدين، ما كانش عنده عربية. منين؟ كل ده منين؟ إذا أريتم فاستتروا. تاني، إذا بليتم فاستتروا. راجل مستثمر إماراتي خد الحفارات بتاعته، خدها منه، وراجع عمل بلاغ في النيابة وجاب صوت الأمة مانشيتان وإفراز اليوسف مانشيتان، ولا حد عمل له حاجة. عنده شركة بتاعت مولان، وعنده شركة سياحة، وعنده 17 شركة، وعنده تنظيم آثار، وعن إيه ده؟ من سبب إيه؟ مين اللي حاميني؟ مش أنا، مين اللي حاميني؟ مين اللي حاميني؟ عايز كده واحد من عناد اللي طالعين يقول لي أنا اللي حامي الواد ده، ومحدش يجي ناحيته. لما عمل الحجز اللي ملوش جنيه فيه كلموا الاستاذ محمد المتولي وما يعرفوش، انما الراجل هو اللي بيقول لك انا ما حجزتش على بنك واحد، لا انت كذاب، انت حجزت على جميع البنوك. تاني، انت كذاب على كل البنوك ومالكش جنيه عندنا، مش بلطجه ولا فتوانه، بالورق هوريكم بالورق، ملوش جنيه، العكس ده النادي اللي ليه فلوس. فالاستاذ محمد المتولي بيكلمه قال له كده النادي هيخرب، محمد تلوي زملكاوي، قال له هيخرب. ايه ده؟ يبقى مش مرتضى، يبقى الكيان. انا فاشل ومرتضى خد 7 بطولات في 4 اشهر لازم يقع هو النادي. كلمه عمرو الجناين قال له هيخرب. كلمه فين بقى؟ قال لهم انتوا واجهين دماغي، انا في اسبانيا بتفسح أكثر من 36 قصر في أسبانيا ملكه. إيه ده؟ بيتساب ليه؟ تاني، بيتساب ليه؟ بيدفع ضرايب؟ عايزين نعرف. وكل الشركات دي أدفنترش ومش عارف إيه، زفت أو إيه، كل ده 17 18 شركة ملكه. منين؟ طب أنت بتقول إن أنا بتجيب فلوس، وانا معترف يا عم انك انت كذاب. قول لي انت من غيابك النهارده انت ومحاميك واي اسف اي حد هيهوهو بعد كده يرد الكلام ممدوح عباس او محاميه اعتبره كذب بيهوهو واعتبره مرتشي. ليه؟ ما
انا اديك المستند اللي ملوش حاجه. انت لسه بتروج ليه؟ القانون يا جماعه واضح، اللائحه الماليه واضح. عشان تدي كارت او تقبل تبرع لازم موافقه جاتي. يبدا مجلس الاداره الاول ياخد قرار، مظبوط كده؟ مجلس الاداره قرر قبول قرض ممدوح عباس، او مجلس الاداره قرر تبرع ممدوح عباس. طيب وبعدين مدير اقبل القرض او اقبل التبرع. طب انا عملت كده، السيد منصور البلوي رئيس الجلده في وقت من الاوقات، انا محامي خلصت اوضاعي كتير، فبيديني شيء ب 2 مليون جنيه. قلت له ايه؟ قال لي انت صاحبي بمناسبه انك انت نجحت. اتصال بالاستاذ المعايش ممدوح حسين. قلت له راجل صاحبي عايز يديني 2 مليون جنيه وانا عايز اديهم للنادي. اعمل الشيء باسم مين؟ قال لي النادي. دخلوا حساب النادي بعد ما خدت موافقه الوزير ومجلس الاداره ومدير الشباب والرياضه. ده اللي الاهلي ما عملوش في 263 مليون جنيه اللي ادهم السيد تركي الشيخ للسيد الاستاذ المحترم محمود السيد ابراهيم الخطيب. ما عملوش كده. مش انا اللي قلت، والله ما قلت الكلام ده. ده مدير الشباب ست ناس وزاد السيد. طب اللي انا بقى هقوله لك الكلام دوت من قلب النادي الاهلي، ان الكابتن محمود الخطيب بيناشد دلوقتي تحيا مصر او صندوق تحيا مصر باخطار او الاعلان عن الفلوس اللي النادي الاهلي اداها لصندوق تحيا مصر اللي يتبرع بيها تركي الشيخ. يعني النادي الاهلي او كابتن خطيب بصفه رسميه بيناشد صندوق تحيا مصر لعمل مؤتمر او عمل نشرة او عمل اعلان او عمل اي شيء يوضح ان النادي الاهلي ادى فلوس ليه، وطبعا مرتضى عارف الكلام ده بس بيطلع يقول العكس عشان يهيج الدنيا على كابتن خطيب. قلنا خلاص موضوع الساعات وموضوع الهدايا راحت لتحيا مصر وتحيا مصر اخده. دلوقتي الكابتن خطيب بيقول لتحيا مصر لو سمحتم اعملوا بيان ان النادي الاهلي اداكم كل مليم بتاع تركي الشيخ، فتسكت خالص وما تجيبش سيرة تحيا مصر. انت اتكلم بقى على الريان والفلوس بتاعه المودعين والحاجات اللي خدتها من تركي الشيخ. ده ممدوح عباس قال ده فيه 450 مليون دولار دخلوا في حساب نادي الزمالك، ومرتضى منصور اللي دخل حساب الزمالك بس 18 مليون والباقي ما حدش عارف هم فين. ده الكلام ممدوح عباس. فاحنا عايزين نعرف الباقي 400 مليون جنيه دول راحوا فين. انت دخلت 18، طب والباقي فين؟ كمل يا استاذ مرتضى. في مدير الشباب والرياضه استاذ محمد سوينا من اللي موجود في الاداء، مدير الشباب والرياضه والقاهره، هم اللي قالوا ما اخترناش باي حاجه. طب موضوع الساعات قال لك ولا قال لنا موضوع الساعات. طب الفلوس، انا بس هرد على الولد السعودي اللي قال قالوا علينا دلوقتي موضوع الفلوس والساعات والتمام الفرق اللي قالوا علينا. طب هل ممنوع بس عمل الكلام ده؟ لا. طب ازاي؟ اي عقد في الدنيا انت هتعمل عقد شقه؟ خد بالك يا باشا من الحته اللي جايه دي، علشان ده هو وقع بلسانه انه زور عقد كهرباء. هتسمع بلسانه ان هو زور عقد كهرباء. اسمع كده يا استاذ مرتضى قال ايه. اول حاجه بتعملها ايه؟ التاريخ ولا انا غلطان؟ طيب نازل يقع الشاشه اول عقد كده عقد قرض حسن بدون فوائد، بدون ايه؟ فوائد. ازاي بقى ال 42 مليون؟ لا وكبر الشاشه. كبر. قالناه في يوم ايه؟ حد يقرا لي كده معايا؟ نعم. في التاريخ يا ممدوح. دي العقود اللي انت ضربتها بعد ما مشيت. يعني العقد بدون تاريخ ما يعتبرش صحيح يا استاذ مرتضى. طب تعالوا نسمع كده مجدي عبد الغني قال ايه على عقد كهربا اللي ما كانش بتاريخ. العقد العقود الموثقه العقود الموثقه اي ودفع رسوم في البنك اي من ضمن هذه العقود كان عقد كهربا طبعا اصبح العقد
تاريخ عن من غير تاريخ او نضيف تاريخ مع طبعا مع ما يعني ما نعرفش احنا كل اللي احنا عارفينه ان العقد كان موجود في مجموعه من العقود موثقه كلها لصالح نادي الزمالك في ذلك التوقيت، وبالتالي العقد وثق في التاريخ المحدد. سمعت يا مؤمن؟ يعني العقد لا يجوز بدون تاريخ. انت اهو بتقول ان ممدوح عباس جايب عقود بدون تواريخ وجايب حاجات بدون تواريخ لا يعتد بيها علشان هي ما فيهاش تاريخ. لما بتروح تشتري شقه ولا بتشتري عقار ولا بتشتري سياره ولا بتشتري اي حاجه بيبقى في تاريخ. كذلك عقد كهربا كان من غير تاريخ يا استاذ مرتضى، بس احنا عشان بنوصل لكم الخيوط ببعض يا فندم بتبان الحقائق، احنا هنا قاعدين بنرصد لك الحقيقه فين والصح فين. محدش هيجيب لك الحاجات اللي احنا بنجيبها لك دي نهائي، محدش هيقول لك اللي بيحصل ده نهائي. احنا عندنا الحمد لله ذاكره قويه وبنوصل الخطوط ببعض عشان نوصل لحقيقه واحده. يعني مرتضى رايح يعمل مؤتمر ضد ممدوح عباس في اعتراف ضمني منه ان مفيش عقد بيتوثق بشكل سليم الا لما يكون عليه تاريخ، وادي مجدي عبد الغني في قناه الزمالك قال ان عقد كهربا كان بدون تاريخ. نكمل مع الاستاذ مرتضى اللي بيتحفنا بحاجات جميله واحنا بنتحفه بحاجات اجمل. عايز اشوف التاريخ، كل واحد فيكم ياخد نسخه من الاعلاميين من الكلام ده. طيب المفروض قرار مجلس الاداره زي ما قلت، فين قرار مجلس؟ انزل تحت معايا بقى كده، انزل انزل اللي هو بتعلق عليه بالاحمر اللي تحت ده، جلسه رقم كام؟ مفيش. التاريخ ايه؟ مفيش. اللي بيهوهو وشايفيننا دلوقتي ايه رايكم؟ ده مش عقد واحد، طلع يا ابني العقد اللي بعديه. انا جايب لكم نماذج عقد، اتنين ثلاثه اربعه خمسه، جبت لكم نماذج بخمس عقود فيهم 2007 2008 نازل بعدين 2007. سيبك من اللي ده انا اقوله دلوقتي، دي 2008 في عندك 2007 في ده 2008 اللي بعده، انت في عندك 2007 2 او 3 تقريبا، دي كام دي؟ فين قرار مجلس الاداره؟ مفيش. كل ده انضرب بعد ما مشي. طيب مفصص العقد بقى، انت بتقول انك ليك 42 مليون، ازاي حجزت على 70 مليون؟ بتقول لي 70 1/10/2007 بموجب هذا الشيك الى ممدوح محمد فتحي عباس بدك 55000 دولار، مش مكتوب بقى دولار ولا ايه؟ دولار امريكا بدك 55000 دفع ممدوح عباس لسداد القرض الحسن المقدم من زيادته. اول حاجه ايه؟ اللي بعده كام؟ ادي اول 55000 دولار، هات يا باشا. اللي بعده كام يا ابني؟ حد بيعرف يا ابني اثنين كام؟ 2 مليون مستحقات اللاعب محمد عبد الله. اللي هو كان دفاعه لمحمد عبد الله؟ رد، اتفضل. اللي بعده يا ابني؟ اصل كده قرض، يعني فلوس القرض اللي ذهب. اللي بعده كام دول؟ يا ابني 2 مليون يا ابني، يا جماعه شوفوا حد بيعرف يا ابني. يا ابني 2 كام؟ 2 مليون. سداد كارد حسن الاستاذ ممدوح عباس. خد فلوسه ولا ما خدهاش؟ ده احنا في فضيحه. مين اللي جاب الحجز ده؟ لسه خليك معايا انا بقى عشان نخلص.
$337,000 رد خالد اخبينا لممدوح عباس، مظبوط؟ اجراء عدل. $2,000,000، مظبوط؟ طب $2,000,000، تمام؟ اتفضل. رد ايه؟ نبيل انت بتقرا كده؟ لا انت مخرج. انت لما تقول المبلغ ده راح لمحمود فتح الله، بيقول لك رد الكارد ابن ممدوح عباس اللي قال ان ده ما تبقاش مخرج. يعني انت قاري رد كارد قدامك ايه؟ رد كارد حسن لمستحقات اللاعب محمود فتح الله. ايه رفعية لك يا 3,000,000؟ 3,400,000؟ 3,425,000. تمام كده. رد كارد من سيادته برضو وذلك لمراجعة الالتزامات. رد كارد لخرب النادي ده، ما بقاش دورة مية، ده ما خدش الفول. اتفضل. كم دول؟ 3,750,000. ايه رهينة؟ ده رد كارد برضه مدوليتش. تمام؟ ايه رهينة؟ عالي وزير العدل في العمل الحدث عليه اللي هو صرفها اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي، والقرض اتقفل خلاص. طب بدلها بايه بقى؟ كل ده تحت مرمى وبصر ومسمع الدولة، شتيمة شوبير وشتيمة مدحت شلبي والتقليل مش عارف مين، ويا ابني شادية ويا ابني مش عارف، وانا لو رحت لامك 5 دقايق، لو رحت لمراتك هتتطلق. تخيل ده كله في مؤتمر صحفي، واصلا مرتضى منصور عليه شهر حبس واجب النفاذ. طب هي الدولة فين؟ هي الدولة هي اللي طلعها الناس عشان يقول كده ولا ايه؟ احنا عايزين نفهم بس، مجرد استفسار. لما الواحد بيبقى عليه حكم حبس، يعني مرتضى نفسه حبس ناس شتمته، طب ما بالك هو بيشتم مصر كلها وعليه شهر حبس ومش محبوس ليه؟ اشمعنى مرتضى اللي ما بيتعاقبش بالقانون؟ كل الناس بتتعاقب بالقانون الا مرتضى ليه؟ ويهدد اليوتيوبرات، وانت ابو راسين، وانت مش عارف مين، وانت امك مش عارف، وانت ابوك، وانا لو رحت وانا مش عارف في ايه؟ ايه ده كله؟ ولكن احنا كل ده ردينا عليه قبل كده وخلاص، ده امر يعني اتكلمنا فيه كتير، ولكن احنا هنتكلم في النقطه اللي تخصنا. النادي الاهلي ملوش لجان. انت اللي ليك لجان وبتجيب اللجان وبتاكل اللجان وعامل لهم عضويات. النادي الاهلي ولا يوتيوبر من اليوتيوبرات دي ليه علاقه بالنادي الاهلي، ولا حد له علاقه بالنادي الاهلي. الصفحات ده فيش صفحات زملكاويه اصلا بتشتمك. هل دول لجان للنادي الاهلي؟ بتقول لجان مش عارف ممدوح العباس ومش عارف. يا حبيبي انت لسانك هو اللي بيجيب لك الكلام، هو اللي بيجيب لك الاذيه. انت لو احترمت الناس هتحترمك. يعني انت تشتم الناس كلها ومش عايز حد يرد عليك، ما الناس هتطلع لازم ترد عليك وتقول عليك فيك وفيك وفيك وفيك. مش معقول هتقول على الناس كلمه وهيسكتوا لك، اصل الناس دي مش مكسوره عينها، الناس دي مش مكفيه، الناس دي مش عامله، وتقول الفلوس ومش الفلوس. الفلوس النادي الاهلي رجع. انت بقى فلوس الريان فين؟ فين فلوس الريان؟ وفين فلوس تركي الشيخ؟ والعربيات اللي راكبينها عيالك دي، ده انت بتقول عيالي في النادي 24 ساعه، طب بتشتغلوا امتى؟ بتجيبوا فلوس منين؟ ما تفهمنا. الملايين اللي عندكم ولا المليارات اللي عندكم منين؟ منين؟ ما تفهمنا. الفلوس دي دايما لكم، هتعيشوا في الدنيا قد ايه؟ 100 سنه؟ بعد ال 100 سنه هتروحوا فين؟ ما هتروحوا في القبر، هتسيبوا كل الفلوس دي كلها، هتسيبوا كل القصور والفلل اللي انتوا عايشين فيها. هتعيشوا قد ايه؟ انت هتعيش قد ايه يا مرتضى؟ انت عندك فوق ال 70 سنه، عندك 72 و73 سنه، هتعيش قد ايه؟ هتعيش 10 سنين تاني؟ هتعيش 7 سنين؟ هتعيش 10 15 سنه تاني؟ وبعدين هتروح فين؟ هتقف بين ايدين ربنا. هينفعك كل اللي انت بتعمله ده تشتم في ده وتقلل من ده وتسب ده وتقول مين بيحميك يا ممدوح عباس؟ هو ان البنك اللي حجز على ارصدة نادي الزمالك مش جاي له حكم، جاي له حكم قضائي من محكمة، ولا الحكم ده
انت ما بتعترفش بيه غير لما يبقى لصالحك، غير لما يبقى على هواك، غير لما يبقى على كيفك، لكن لما يبقى ضدك تطلع تقول مين بيحميك في مصر، مين بيحميك ايه؟ ده قانون. طب الراجل جاب حكم محكمه بالحجز على رصيد النادي لان معاه فلوس، معاه فلوس لصالح النادي، انا تبرعت بكذا كذا كذا، روح اعمل قضيه ضده، عامل لك مؤتمر وعامل لك زيطه وعجايب طبله وتشتم في شوبير وتشتم وتشكك في الخطيب وتشتم مش عارف في مين وعجلان واليوتيوبرات وابراهيم سعيد. انت ما سبتش حد ما شتمتوش في المؤتمر الصحفي، وبعدين انت كل مؤتمر بتعمل كده، والمؤتمر ده هدفه ان هو يقدم الصفقات، هي فين الصفقات؟ ده انت ما تكلمش على الصفقات خالص، كلامك كله شتيمه على ده وعلى ده وعلى ممدوح عباس وعلى ده وعلى ده، فين الصفقات؟ ومجمع الموظفين الغلابة اللي هم بياكلوا عيش في النادي. بس احنا بنقول للدولة الى متى هذا الغراء؟ الى متى؟ مبسوطين انتوا فين وفين رئيس الوزراء؟ فين رئيس الجمهورية؟ فين بتاع رئيس اتحاد الكورة؟ فين اشرف صبحي؟ كلهم خايفين من مرتضى، كلهم. هو ماسك زل عليكم ولا ايه؟ ما تفهمونا طيب. فهمونا، يمكن احنا مش فاهمين. ماسكين ده هو ماسك حاجة على الرئيس؟ ماسك حاجة على رئيس الاتحاد الكورة؟ ماسك حاجة على رئيس الوزراء؟ ماسك حاجة على وزير الشباب؟ ما تفهمون، احنا عايزين نعرف بس، مجرد استفسار لا غير، مجرد استفسار عشان نبقى عارفين. لو ماسك حاجة على حد يطلعها عشان الناس كلها تشوف مين الكويس ومين الوحش، ما يبقاش مثلا عليه ماسك حاجات واحنا ما نعرفهاش، يطلع اللي هو ماسكه على الناس دي وكله يتحاسب بالقانون. لكن هنفضل في المهاترات دي كتير، هنفضل في المعطرات دي، وده يشتم ده ويشتم ده ويشتم ده ويشتم ويقول لي ادب على ده وانت كذا وانت اخوان وانت، طب ما انت كنت اخوان يا عم، طب ما انت كنت اخوان وبتحب الاخوان وفي حضن الاخوان ومع الاخوان، انت نسيت ولا ايه؟ ما هو اللي احنا جبنا لك 100 فيديو ليك وقلت انا كنت مخدوع فيهم عشان كانوا بتوع ربنا، طب ماشي، ما هو شباب انا برضه كان مخدوع فيهم عشان كانوا بتوع ربنا مثلا، ما دام انت بتقارن وبتقول ده شباب انا كذا وده كذا وده كذا، بس احنا الى متى؟ ولكن احنا النقطة اللي تهمنا هو موضوع الكهرباء، وانا جبت لكم انه ما ينفعش عقد او وثيقة يبقى بدون تاريخ. نفس الامر اللي راح لاتحاد الكورة راح عقد للاعب بدون تاريخ، ده المفروض العقد ده يرجع ويجاب تاريخ وتتختم التاريخ ويبقى موقع اللاعب امام التاريخ اللي هو كتبه بايده، مش يبقى في عقود بدون تواريخ وتتوثق وتعمل وتتبعت للفيفا. ده مجدي عبد الغني اللي اعترف بلسانه على قناة الزمالك ان هم وزوروا عقد كهرباء. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفنا اول مره تخش قناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه عشره، كان معكم اخوكم هاني الشراوي، سلام عليكم.